وقوله ورجل ذكر الله، أي ذكره بقلبه وذكره بلسانه وذكره بجوارحه، لأن ذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وذكر بالجوارح. فذكر الله عز وجل بالقلب هو التفكر والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية، فالكونية هي مخلوقاته كالسماء والجبال والأنهار والأشجار وغيرها، ويتفكر أيضا في آيات الله عز وجل الشرعية، وأعظمها القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى للتدبر والتفكر والاتعاظ: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ثانيا، ذكر الله عز وجل باللسان كالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. ثالثا، ذكر الله تعالى بالجوارح، فكل عمل يعمله بجوارحه من عبادات فهو من ذكره بالجوارح. إذن ذكر الله بالقلب كل فكر أي تفكر يقرب إلى الله، ذكر الله تعالى باللسان كل نطق يقرب إلى الله، ذكر الله تعالى بالجوارح كل عمل يقرب إلى الله.